كشف كثير من الأسرار والمعلومات عن أمير فاتن ميكي المختفي عن الأنظار من نوفمبر 2018 بعد أن قامت شرطة دبي بالقبض عليه. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. أعلنت السلطات في دبي بدولة الإمارات القبض على أمير فاتن مكي المختفي عن الأنظار منذ نوفمبر 2018 بعد تمكنه من الفرار من مداهمة استهدفته في إسبانيا. أمير فاتن ميكي دنماركي الجنسية من أصل إيراني ويبلغ من العمر 22 عام فقط، ومع ذلك يعتقد على نطاق واسع أنه زعيم عصابة خطير تدعى السويديون، ويعتقد أيضا أنه على صلة برضوان التاغي الذي ألقي عليه القبض في دبي أواخر العام الماضي. نجا أمير فاتن ميكي من عدة محاولات للقتل، حيث أصيب في الساق وقتل ثلاثة من أصدقائه في مدينة مالمو السويدية في عام 2018، لكنه تمكن من الفرار، حيث اختبأ في أسبانيا، وهناك أيضا استهدفته الشرطة في نوفمبر 2018 بمداهمة ضخمة وشارك فيها 120 من الشرطة الأسبانية، لكنه تمكن من الفرار واختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين. ويعتقد أن أمير فاتن ميكي وعصابته يقفون خلف مقتل مهرب الكوكايين ديفيد إفلا راموس البالغ من العمر 37 عام والمعروف في عالم المخدرات السري باسم مارادونا، والذي قتل بالرصاص أثناء مغادرته حفلا في مدينة ماربيلا جنوب أسبانيا. اكتسب أمير فاتن ميكي شهرة واسعة باعتباره قاتلا لا يرحم عندما قرر الانتقال بعصابته إلى كوستا ديل سول، وهي منطقة سياحية في جنوب أسبانيا، وذلك بسبب صلتها بتهريب الكوكايين الذي يدخل عبر ميناء الجزيرة الخضراء والحشيش الذي يأتي من المغرب، ومن هناك يتم توزيع كلا النوعين من المخدرات على السوق الأوروبية. وبالتالي الانتقال يهدف على ما يبدو للسيطرة على منبع تجارة المخدرات في أوروبا. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة مع الهولنديين والروس الذين يعملون أيضا في تلك المنطقة، إلا أن الشرطة المحلية تعتبر عصابات السويديين أسوأ ما عرفته كوستا دي سول على الإطلاق. وكان أمير فاتن ميكي يتولى قيادة أحد أكثر تلك العصابات نشاطا، ويتكون من سويديون من أصل صومالي.